والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الخارجية: وجهنا إنذار شديد للهجة لواشنطن. حالة هشام قنديل وثلاثة وزراء رأي للجنة حصر أموال عامة. الفينو بخمسة قروش على بطاقات التموين. وإليكم تفاصيل. لقاء الأمريكان مع الإخوان يتنافى مع دعوة واشنطن لمكافحة الإرهاب، هذا ما أكده السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلا إن الخارجية وجهت إنذارا شديد اللهجة للخارجية الأمريكية يتضمن رفضا باتا للمبررات التي ساقتها واشنطن حول لقائها بقيادات إرهابية. فمن يلتقي مع ممثلي هذه الكيانات المطلوبة للعدالة والمنتمين لجماعة إرهابية يفسح لهم المجال لارتكاب أعمال العنف والقتل والإرهاب. من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تركز على المسار السياسي لوقف القنوات المحرضة على العنف ضد مصر. أمر النائب العام المستشار هشام بركات بتحويل وزراء الري السابقين الدكتور محمود أبو زيد والدكتور حسين العطفي والدكتور ناصر الدين علام ورئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قندير إلى حصر أموال عامة عليا، وذلك بعد أن تم تحويلهم إلى نيابة الرقابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة، وذلك بناء على البلاغ المقدم من المهندس إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، حيث اتهم الفيومي الوزراء السابقين بالإضرار بأمن وسلامة الشعب المصري والمساعدة على ضياع حصة مصر من مياه النيل. مع اقتراب دخول المدارس، أعلنت وزارة التموين بدء طرح العيش الفينو بسعر 5 قروش للرغيف ضمن حصة الخبز المخصصة للمواطن على بطاقة التموين والتي تبلغ 150 رغيف شهرياً، وذلك في منافذ مخابز الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وهي 10 منافذ وفي بعض فروع منافذ شركة المصريين لتوزيع الخبز. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة أنه من حق المواطن أن يحصل على حصته من الخبز سواء خبزاً بلدياً أو عيش فينو أو الاثنين معاً حسب استهلاك، وذلك ضمن الحصة المخصصة له شهريا. وسيتم بيع العيش الفينو في كيس مغلف به 5 أرغفة بسعر 25 قرشا. في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي محافظة الضاقة أهلية جثمان الشهيد شريف القاضي 22 سنة الذي استشهد جراء العمل الإرهابي بشمال سيناء، وردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب وجماعة الإخوان، كما شيع أهالي جثمان الشهيد المجند حسن المتولي وتحولت الجنازة إلى مسيرة تأييد للجيش والقوات المسلحة، وطلب المشيعون الرئيس السيسي بالثأر لابنهم من الإخوان. وشيع أهالي الخليوبية جنازة الشهيد المجند إبراهيم أحمد إبراهيم وسط الهتافات ضد جماعة الإخوان والمطالبة المطالبة بسرعة القضاء عليهم. ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط القبض على 13 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف وحيازة زجاجات مولوتوف وألعاب نارية. وكانت قوات الأمن قد قامت بحملة موسعة على مدينة دمياط وعدة قرى أسفرت عن ضبط المتهمين بحوزتهم 17 زجاجة مولوتوف ومنشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة وجركن بنزين وألعاب نارية وشماريخ. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.